ساعد نفسك على التركيز وصفاء الذهن أثناء عملك. تحتاج في كثير من الأحيان أن تقوم بجلسات عصف ذهني أو تأمل لتخرج ببعض الأفكار الإبداعية لأعمالك أو مشاريعك، أو ربما تكون بحاجة لجلسة كي تعيد ترتيب أفكارك وتنظم ما تريد عمله للجامعة من أبحاث وحلقات بحث دون تشويش أو إزعاج من التلفاز والرسائل ووسائل التواصل الاجتماعي أو مقاطعات الأصدقاء. كلنا نحتاج هذه الجلسة من الصفاء الذهني التي تكون وسيلة مساعدة كي نعود إلى عملنا أو دراستنا أكثر نشاطاً وبذهن منتعش خال من الأفكار التي تشوش علينا وتمنعنا من العمل والمذاكرة بشكل مثالي، تكون سبباً في تضييع طاقتنا دون فائدة. نعرض معكم بعض الأساليب التي تساعد على التركيز وصفاء الذهن. أولاً، حدد مكان خاص بك لا تذهب إليه عادةً. قم بإيجاد مكان للتفكير لا تذهب إليه كثيراً وليس له علاقة بحياتك اليومية. حاول أن تجد مكان تشعر فيه بالراحة والهدوء وتجلس لفترات طويلة دون أن يزعجك أي شيء. ثانياً، خصص وقت محدد للعصف الذهني. قم بتحديد وقت محدد تقوم فيه بالعصف الذهني واستحضار الأفكار وجعلها في متناول يديك، يكون كافياً للتفكير حسب حجم المهمة التي تريد إنجازها. عندما لا يكون الأمر مستعجلاً فالمساء هو الوقت الأنسب لهذه الجلسة، بحيث يكون ضغط اليوم قد انتهى ولديك مساحة مرنة من الوقت. ثانياً، صاحب ورقة وقلم. عد إلى الأسلوب التقليدي وأحضر أوراقاً وأقلاماً ملونة لأنها الطريقة الأمثل لتسجيل الأفكار التي تراودك كلها، وهذا أفضل وأسرع من الحاسب أو الجهاز المحمول لأنك ببساطة لن تكتفي بتسجيل الأفكار على الحاسوب، بل ستدخل إلى الإنترنت وتصل بك الأمور إلى أبعد من هذا. رابعاً، قاوم الرغبة في التعديل. ضع كل أفكارك على الورق وقاوم رغبتك بشطب أي فكرة أو تعديلها أو حتى إعادة صياغتها أو انتقاد الفكرة، واجعل هذه الجلسة فقط كي تقوم بكتابة كل ما يخطر على بالك. تذكر أنك الآن في حالة أعمق من حالة التفكير العادي. عند العودة مرة أخرى إلى تلك الأفكار الخام يمكنك معالجتها وجعلها أكثر فائدة. الأسلوب الخامس هو تقليل المشتتات قدر الإمكان. لست بحاجة إلى أشياء كثيرة خلال هذه الجلسة. هاتف محمول دون اتصال بالإنترنت كي تعطي أفكارك مساحة لتخرج دون أن تكون مشغولاً بأمور أخرى حولك. القليل من الأشياء التي تساعدك على التركيز، دفتر، قلم، ولا شيء آخر. أما النقطة السادسة والأخيرة، الحصول على مشروبات خفيفة كزجاجة من المياه على سبيل المثال، فإن الماء ضروري جدا لعملية المذاكرة والعصف الذهني. يمكنك أن تشرب مشروب خفيف من المشروبات التي تفضلها، لكن اكتفي بهذا دون أن تضع أمامك قطعة كبيرة من الحلوى أو ساندويتش تريد أن تأخذ منه قطمة كل دقيقة وتعطل نفسك وتنشغل بطعمه وتقييمه والشعور بالشبع الذي سيطغى على نشاطك الفكري.